السلام عليكم نواصل مع حكمة الغرب بالجزء الثاني للفيلسوف برتراند راسل الفصل الأول تحدثنا عن نشأة الفلسفة الحديثة والفصل الثاني عن التجربية الإنجليزية والفصل الثالث عن عصر التنوير والرومانسية الآن مع الفصل الرابع مذهب المنفعة والفلسفات المعاصرة عدة حلقات يعود بنا الفيلسوف برتراند راسل قرنين إلى الوراء من أجل أن يتناول تيار آخر في الفكر الفلسفي في وقتها كانت الفلسفة المثالية ونقادها قد تطوروا في عالم أخذت الظروف المادية تتغير تغيرا كبيرا نجمت كل هذه التغيرات عن الثورة الصناعية التي حدثت في إنجلترا في القرن الثامن عشر سار إدخال أو سار هذا التقدم صار هذه الثورة الصناعية في عملية الصناعة بخطى ثابتة في البداية إلى أقصى حد. تم إدخال تحسينات على تركيب الأنوال بالنسبة لصناعة الغزل والنسيج فازداد إنتاج النسيج في وقتها. أيضاً مع كل هذا الخطوة الحاسمة كانت هي تطوير الآلة البخارية. التي اتاحت مصدر جديد للطاقه ليس له حدود من اجل تشغيل الالات الموجوده في الورش التي ظهرت بكثره وباعداد هائله في وقتها. لذلك كانت اكبر الطرق فعاليه في انتاج البخار هي استخدام الغلايات التي تعمل بالفحم. وهكذا سوف يحدث تطور كبير اخر في استخراج الفحم. وذلك في ظروف قاسية شديدة القبح، هذه الظروف كانت تسبب معاناة والام لهؤلاء الذين يستخرجون الفحم في كثير من الاحيان. لذلك ان الايام الاولى من عصر التصنيع كانت هذه الايام من الناحية الإنسانية فترة قاسية كئيبة بحق. خلال القرن الثامن عشر كان هناك حركة يطلق عليها اسم التسييج بلغت في انجلترا ذروتها صحيح انه كانت هذه الحركه حركه التسييج موجوده طوال قرون عديده ما هي التسييج؟ التسييج هو ان ياتي احد النبلاء فياخذ اي ارض زراعيه تابعه للدوله نسميها مشاعيه ويقول هذه لي ويطرد هؤلاء الفلاحين المساكين الذين كانوا يعتاشون على هذه الارض الزراعيه من اجل ان هذا النبيل يستخدمها استخدام خاص في ذلك الوقت بلغت هذه الذروه لذلك تم مو تم يعني على اثرها تم اي على اثرها تم, أم تم على اثرها انخلقت مصاعب جدا كثيره لهؤلاء السكان الريف المساكين الذين يضطرون الى ترك اراضيهم ورزقهم من اجل انه احد النبلاء يهيمن على الارض اللي ساكنين بها. هؤلاء فقط كانت المنافع اللي يجنوها فقط من زراعة هذه الأرض المشاعية التي هي تابعة للدولة ومع ذلك فإن هذا التعدي على تلك الامتيازات لم يسبق كما ذكرت له مثير قبل القرن الثامن عشر لذلك هؤلاء الناس المساكين الذين كانوا يسكنون ويعملون ويفلحون في هذه الاراضي سوف يؤدي هذا مبدا او حركه التسييج الى اقتلاعهم من جذورهم وترك الريف وبالتالي يدفعون او يذهبون يتم دفعهم الى الذهاب الى المدن الكبيره والمدن الصغيره بحثا عن طرق جديده للرزق. هؤلاء الناس الذين تم اقتلاعهم من جذورهم من الارياف هم اعينهم الذين سوف تستوعبهم المصانع الجديده في وقتها ونظرا الى قله اجورهم وكذلك قسوه استغلالهم كانوا هؤلاء المساكين يعيشون في افقر احياء المدن وضواحيها واضعين في وقتها الاسس الجديده لتلك الاحياء الرثه الضخمه التي انتشرت في القرن التاسع عشر اللي نسميها العشوائيات او نسميها بالعراق يسموها التجاوزات اللي هي في قلب المدن باكملها. لذلك قوبل حتى اختراع هذه الالات العظيمه في البدايه بكثير من الشك والارتياب وعدم الارتياح من جانب من؟ من جانب اولئك المساكين الذين العمال الذين شعروا بان هذه الالات العظيمه ستجعل من مهاراتهم في الصناعات اليدويه صفر، شيء ليست له اي اهميه. وبالمثل كان كل تحسن، كل تحسين في اداء اي اله يلقى مقاومه شديده من قبل هؤلاء الذين كانوا خائفين ان يتم تسريحهم وطردهم من عملهم وبالتالي قطع ارزاقهم بسبب هذه المكائن، ماركس كان يتخوف من هذا الشيء. يقول برتراند راسل ما زال هذا النوع من الخوف لحد اليوم موجود في عالمنا هذا، لذلك نقابات العمال لحد اليوم تنظر بخوف بالغ لكل إنجاز عظيم بالنسبة للآلات وأدخالها في المصانع التي تدار الكترونيا الكلام البرتراند راسل تماما كما كان يحدث في القرن الماضي عندما تم استبدال القطار او عندما كان هذا القطار اي الذي كان يسير بطاقه البخار الى طاقه افضل من عنده لذلك مع كل هذه المصائب مع كل هذه الالام لكن المتشائمين الكلام البرتراند راسل المتشائمين في هذه المساله كانوا مخطئين، لماذا؟ لان هذه الدول الصناعيه في العالم بدلا من ان تعاني من هبوط مستوى المعيشه ومشاكل وكذا بالعكس اخذت ثروتها تزداد، اخذ رخائها يزداد، اخذا يرتفعان بالتدريج على كافه المستويات. مع ذلك يقول لابد برتراند لابد من الاعتراف بأن تعاسة الطبقة العاملة في وقتها في أول ظهور العصر الصناعي في إنجلترا كانت شديدة جدا وقاسية جدا كانت الجهل أحد الأسباب التي أدت إلى أسوأ النتائج لأن المشكلات التي ظهرت في وقتها كانت جديدة لم يكن يصادفهم يعني مشاكل لأنه هؤلاء عاشوا في الوقت الذي حدثت به الثورة صناعية لم يكن أحد قد صادف ثورة صناعية قبلها حتى يعرفون هي ما المشا... هي المشاكل لذلك الليبرالية القديمة كانت ترتكز على ماذا؟ كانت ترتكز على الحرف اليدوية وكذلك ترتكز على الملكية الزراعية وال... وهذه الأمور البسيطة لم تكن لدى الليبرالية تلك المرونة من أجل مواجهة تلك المشكلات الضخمة الجديدة للمجتمع الصناعي لذلك عندما جاء الاصلاح من قبل فلاسفه وتنويرين سار ببطء هذا الاصلاح، لكنه مع ذلك استطاع بمضي الوقت ان يصحح الاخطاء القديمه التي ارتكبت. اما في الحالات التي بدا فيها التصنيع متاخر في مناطق اخرى من اوروبا يعني باستثناء انجلترا فانه بعض المصاعب التي حدثت او التي واجهت تطور المجتمع الصناعي كانت اقل ولماذا؟ لان المشكلات كانت قد تم فهمها وتم ايجاد لها حلول يعني انجلترا هي كانت ال... الدولة الأولى التي تم فيها الصناعة وتم إيجاد الحلول لها وبالتالي انتشرت إلى بقية القارة الأوروبية ومنذ أوال... ومنذ أوائل القرن التاسع عشر بدأ اتجاه تدريجي إلى التفاعل بين من؟ بين العلم وبين التكنولوجيا وبالطبع فإن مثل هذا التفاعل كان موجود على الدوام ولكن مع ذلك المبادئ العلمية بدأت تطبق بطريقة منهجية منذ الثورة الصناعية منذ عهد التصنيع في تصميم المعدات التكنولوجية وكذلك إنتاجها مما أدى إلى نمو متسارع للتوسع المادي بشكل جدا كبير كانت الآلة البخارية هي مصدر القوة الجديدة لذلك شهد القرن الأول أو العفو شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر حركة بحث علمي شاملة للمبادئ التي تنطوي على تلك الآلة على هذا على المبادئ التي جلبتها الثورة الصناعية مما أدى إلى ماذا؟ مما أدى إلى نشوء علم جديد هذا العلم اسمه الديناميكا الحرارية أدى هذا العلم بدوره إلى ماذا؟ إلى تعليم مهندسين جدد كيف يصممون الات جديده حديثه اعظم كفاءه واقوى وامتن. في ذلك الوقت في الوقت نفسه بدات الاله البخاريه تحل محل كل اشكال الطاقه الاخرى في ميدان المواصلات. على سبيل المثال ما ان اتى القرن منتصف القرن التاسع عشر حتى بدات لك السكك الحديد شبكه السكك الحديد تغزو اوروبا وكذلك شمال امريكا. ايضا بدات السفن التجاريه هذه السفن اللي كانت تعمل بالبخار تحل محل محل المراكب الشراعيه، لذلك احدثت هذه التجديدات تغيرات جدا كبيره في حياه الناس هؤلاء الذين تاثروا بها وكذلك في نظرتهم الى العالم. واذا كنا يقول برتراند راسل نرى الانسان على وجه العموم عباره عن حيوان ميال الى المحافظه فان قدرات التكنولوجيه اخذت تتفوق على حكمتها السياسيه مما ادى الى اختلال في التوازن لا نزال لم نبرا منه حتى الان لذلك ادى التطور الاول للانتاج الصناعي الى تجديد الاهتمام بمسائل علم الاقتصاد وهكذا سوف نجد ان الاقتصاد السياسي في العصور الحديثه من حيث هو دراسه قائمه ذاتها يدين بظهوره الأول إلى أعمال الفيلسوف آدم سميث 1723 توفى 1790 الذي كان أستاذ للفلسفة ينتمي إلى نفس الموطن الذي ينتمي إليه الفيلسوف ديفيد هيوم كلاهما كان أسكتلنديان وأيضا سارت مؤلفاتها الأخلاقية في الأخلاق في نفس الاتجاه الذي كان عند الفيلسوف ديفيد هيوم لكنها مع ذلك فلسفته في الأخلاق كانت أقل أهمية من أعماله في الاقتصاد لذلك هو يدين بشهرته لدراسته العظيمه التي تحمل عنوان ثروه الامم سنه 1776 ففي هذا الكتاب بذلت لاول مره محاوله من اجل دراسه مختلف القوى التي تؤثر في الحياه الاقتصاديه لبلد ما. اهتم ادم سميث بوجه خاص بمشكله اللي هي تقسيم العمل. فاوضح ادم سميث كيف يزداد الانتاج اذا انتاج السلع الصناعيه اذا قمنا بتجزيء صناعه سلعه ما الى عدد من المراحل كل عامل مختص في جزء من عندها. واختار على سبيل المثال صناعه الدبابيس، كل شخص يقوم بجزء من هذا الشيء، هذا كلام صحيح في وقته. لذلك كانت النتائج اللي توصل اليها مبنيه على ما على ماذا؟ مبنيه على ملاحظات شاهدها بعينه. ملاحظات لأرقام الإنتاج مبدأ تقسيم العمل طبق في الصناعة على نطاق جدا واسع بعد ذلك بوقت قصير وأثبت فعاليته الكاملة ومع ذلك بالطبع سوف تكون هناك مشكلات لا بد أن تكون هناك مشكلات إنسانية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار بسبب تقسيم العمل لماذا؟ لأن يعني هذا التقسيم للعمل، هذا العمل المتخصص إذا ما تجزأ إلى الدرجة التي يصل بها أن يفقد هذا العامل اهتمامه بعمله، يعني الاغتراب فيما بعد مفهوم الاغتراب عند كارل ماركس سوف يؤدي إلى معاناة هذا العامل في النهاية. ولكن مع ذلك هذه الصعوبة لم تكن واضحة تماما للأذهان، في عصر ادم سميث فيما بعد سوف يتم ابرازها من قبل مفكرين وفلاسفه وتنويريين. لذلك اصبح تاثيرها اللا انساني على العاملين في هذا النوع من الالات واحده من المشكلات الكبرى في الصناعه الحديثه. يقول الواقع ان الاقتصاد السياسي ظل لفتره طويله عباره عن مبحث تتميز به الانجليز، يتميز به الانجليز. صحيح ان هناك مدرسه اللي هي مدرسه حكم الطبيعه الفرنسيه اللي كانت موجوده في القرن الثامن عشر ايضا اهتمت لك بالمشكلات الاقتصاديه لكن مع ذلك لم تكن بتلك القوه او بذلك التاثير الذي احدثه كتاب ادم سميث لانه كتاب ثروه الامم اصبح انجيل الاقتصاد الكلاسيكي لذلك بعد ادم سميث سوف يكون هناك اسهام ثاني في عمليه الاقتصاد هو نظريه كاردو اللي يتحدث مع تقسيم العمل عن القيمة هذه القيمة المبنية على العمل وهاي نفسها النظرية التي سوف يتبناها فيما بعد أيضا ماركس هذا في ميدان الاقتصاد أما في الميدان الفلسفي فبسبب ظهور التصنيع سوف يكون هناك نوع من الاهتمام بفكرة اسمها المنفعة وهو اهتمام كان يعارض من الرومانسيون بشدة لكن مع ذلك هذه الفلسفة التي كانت تفتقر إلى الجاذبية والتشويق كانت هذه الفلسفة لها آخر الأمر في ميدان الإصلاح الاجتماعي الذي كانت الحاجة ماسة إليه نتائج تفوق بكثير كل ما أدى إلى ذلك السخط من قبل الرماسيين الذي أثروا الشعراء والمثاليين لذلك كانت كل هذه التغييرات التي تدعو إليها فلسفة المنفعة تغييرات تدريجية منظمة وكانت الثورة أبعد الأمور أو أبعد الحلول أو مستبعدة تماما عن أهداف فلسفة المنفعة لكن الأمر مختلف عند الفيلسوف كارل ماركس اللي كانت يعني نستطيع أن نقول حسب برتراند راسل كانت فلسفته أكثر عاطفية من من المنفعة واللي ظلت تصطبغ مع ذلك بكثير من الصبغة المتزمتة في المثالية الهيجلية هذه المثالية التي كانت مصدر كامل لفلسفة ماركس لذلك عد ماركس أصبح الهدف في هذه الحالة الأخيرة عد ماركس هو التغير الكامل أو التغيير الكامل للنظام بالعنف لذلك المشكلات الإنسانية الكبرى للمجتمع التكنولوجي لم يتم كشفها على الفور لاولئك الذين لم يعانوا تلك الالام والمصاعب والمصائب التي جرها المجتمع على من على الطبقه العامله الصناعيه. لذلك قد تكون هذه الحقائق الاليمه شيء يدعو الى الاسف ولكنها كانت تعد يعني في مبدا الامر شيء لا مفر منه، لا يمكن الاستغناء عنه ابدا على أن مع ذلك عدم الاكتراث الجامد التحجر هذا قد تزعزع بالكامل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما تنبه لتلك المشكلات لتلك المعاناة أناس مفكرين استطاعوا أن يبرزونها إلى سطح المجتمع على حتى ثورة 1848 اللي نبهت لك المجتمع إلى هذه الحقائق صحيح هاي الثورة لم تنجح أخفقت في تحقيق اهدافها لكن مع ذلك هي مناوره سياسيه استطاعت ان تصنع قدر من عدم الرضا بالنسبه للمجتمع عن الاوضاع الاقتصاديه اللي لذلك وجدت هذه المشكلات حتى في الادب عن طريق اعمال الكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز فيما بعد عن طريق اعمال الربائي الفرنسي اميل زولا كل هذه الامور سوف تساعدك على نشر وعي اعظم بحقيقه الوضع اللي تعيشه الطبقه العامله، لذلك راى كثير من المصلحون في ذلك العصر ان من اهم انواع العلاج التي يعني تستطيع ان تشفي كل الامراض الاجتماعيه والاقتصاديه هي يجب ان نوفر كثير من التعليم. برتراند راسل يقول نعم هم ربما في ذلك محقين لكنهم ايضا في جانب اخر غير محقين. لماذا؟ لان الاكتفاء بتعليم شخص أي شخص مجتمعا علم قراءة كتاب حساب لا يؤدي هذا التعليم إلى القضاء على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية أبدا مع ذلك يقول ليس من الصحيح أن هذه القدرات اللي هي التعليم وهي مفيدة لا ينكر ذلك ليس من الصحيح أن نقول أني لا غنى عنها من أجل أن يسير المجتمع في الطريق السليم لأن هنالك قدر كبير من الأعمال يمكن أن يقوم بها أناس أميون بالفعل ممكن ينجحون بكثير من الأعمال هم لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف حتى الحساب لذلك مع ذلك التعليم يمكن ان يساعد لكن بصوره غير مباشره على حل مشكلات معينه ما دام يؤدي احيانا بشرط ان يؤدي الى مساعده اولئك الذين يتعين عليهم تحمل الصعاب على تحسين ظروفهم لذلك ان نقصر الامر على التعليم يعني هذا لا يؤدي الى نتائج صحيحه او كامله بالضروره ابدا بل انه قد يؤدي بالناس الى الاعتقاد بانه هذا النظام اللي عايشين به هو ما ينبغي ان يكون عليه على سبيل المثال كثير من الناس اللي كانوا يعيشون في الاستبداد الشيوعي كانوا يعتبرون هذا النظام سليم في النازيه في الفاشيه في الصين في الدول القوميه وغيرها كثير من الناس يعني لم يكونوا مجبرين كانوا يعتقدون انه مثقفين ليسوا متملقين ولا خائفين، بل اناس كثر مثقفين كانوا يعتقدون انه هذا النظام جدا صحيح. لذلك هناك مشكلات معينه لا يمكن حلها الا اذا ساد فهم مع التعليم، فهم معقول للموضوعات التي تتعلق بتلك المشكلات. هذا الفهم يحتاج بالفعل الى تعليم، لكن ليس تعليم وحده. لذلك بالنهايه نختم يقول انه امتد تقسيم العمل الذي دعا إليه الاقتصادي آدم سميث يعني في ميدان إنتاج السلع امتد إلى ميدان النشاط العقلي بنفس القدر تقريبا لأن البحث العلمي خلال القرن التاسع عشر أصبح وكأنه مو بحث علمي أصبح وكأنه مصنع إذا جاز هذا التعبير تأتي هاي الحلقة الحلقة الثانية بالتفصيل عن مذهب المفعة شكرا لكم